السلام عليكم. صباح الفل، مش صباح الفل قوي يعني، مساء الخير كده يعني، نص اليوم. النهارده مش يوم عادي، النهارده وقفه عرفات. كل سنه وانتم طيبين، وانا صايم ودومينيك كمان صايمه. يعني هي صامت كل رمضان، بس النهارده يوم كده كده نص جه في نص الشهر كده، ما كنتش عارفه اصلا ايه اللي بيحصل. النهارده بقى دومينيك عايزه تعمل حاجه مختلفه، يعني قررت طالما احنا صايمين النهارده لازم تعزم الكاوتش سيرف بتاعنا على الاكل المصري. والاكل المصري ده ايه؟ من اصعب الحاجات اللي ممكن نعملها. هو ايه بقى؟ كشري مصري. يعني مش عارف، انا خدنا بتاع 4 ساعات اصلا، والفطار فضل عليه ساعتين. The recipe I checked, it was written there that it will take 5 hours in total. Let's see if we can do it in 2. بنا يستر. احنا عايزين ايه بقى عشان نعمل الكشري؟ سباجيتي، مكرونة، رز. Should we take, let's take Tanzania rolls. Tanzania. By local. Spaghetti, macaroni, rolls we have. We need hummus, ads, basil, tomato, spices. Maya, maya, man. دلوقتي بقى نبدا رحله البحث عن العدس الاسمر اللي ما لقيناهوش في ولا سوبر ماركت. نقمات. نقمات. Show me. After 6 supermarkets. What is that? It's Egyptian food. مصري فود. مصري فود. واو. عدس اسمر. اوكي. How can I call it? عدس اسمر. عدس اسمر. We found, say it to the camera. We found the عدس اسمر. Say. We found the عدس اسمر. الحمد لله. You find the عدس اسمر. Tomorrow is the day. It's the day for Islam. عيد الفطر. عيد الأضحى. عيد الأضحى. We found عدس أسمر. We found عدس أسمر. مفروض نطبخ لكام واحد يا دومينيك؟ To us, to host, thank our host couple, عبد الرحمن, Patrick, to housemates and some children. وليمة كبيرة. وليمة كبيرة. أوي. ثمان كوبايات ميه على 4 كوبايات رز. عدد كبير جدا، يعني ده يكفي قريه. استر بس وما يبقاش كتير قوي، كتير زياده عن اللزوم. هنعمل حوالي 1 كيلو مكرونه، نص من اللي هو شكله مكرونه صغيره ده، ونص سباجيتي. يعني يوم عرفه ده على طول بيبقى صعب شويه عن ايام رمضان العاديه في الصيام، بيبقى يعني ايه جاي لك كده في نص الشهر، يعني مش جاي لك كده يعني. بس حاجه حقيقه جميله ان الواحد يصوم يوم عرفه ده، جميله قوي. Right now I am very much looking forward to drinking. And after eating gumbo basal, I had a bath. Oh, before you came, I didn't cry. هنا المية بتاعت المكرونة والكلام ده لسه ما غليتش. هنا العدس بيغلي، بس بيغلي جامد شكله كده، بس يعني ايه موطين النار على اخرها. وهنا الرز اهو موطين النار على اقل حاجه بحيث انه ما يعجنش مننا ولا يبقى نص سوا. بعد حوالي كده نص ساعة المهم خلصت. يعني انتوا عارفين الكشري لما بتعملوه كله مع بعضه يبقى الدنيا لخبطة شوية. هنا الكاكرونة اهي حلوة وشكلها جميل اهو، بس دومينيك بتقول ان هي يعني استوت زيادة عن اللزوم. هنا العدس يعني المفروض ان هو كويس. دومينيك اديته حوالي 8 من 10 عشان لو كنت واقف تاني.
توتالي يس معجن توتالي. المغرب أذن اصلا. دومينيك فطرت كانت هتقع مني. كان هيغمى عليكي. ها الدقة لازم تكون في بتاعت كوكاكولا قديمة يعني. ما ينفعش تبقى دقة من غير ما تبقى في ازازة كوكاكولا قديمة. يعني ازاي تبقى دقة؟ ريحة الكمون والخل والشطة مش عشعين. خمون وخل وشط خمون خمون كمون وخل وشطة وملح ومية وبس. Tell me, kushari experts, what is the secret of crispy gold brown onions? Like avutarik. سيبولنا السر في الكومنتات يا جماعة. احنا يعني we need to know. عايزين نعرف. Exam, what is this? I don't know. It is from Egypt or there's something must be grown everywhere. Oh, this one also. You know what this is? No. Where do you find it? You don't know what is it? No, I don't know. Oh my god. So do you know this? Yeah. Yes, right. Just one. I can taste this one. You never ate chickpeas? No. Oh. It's one of the most delicious beans for me. Oh! Yeah. It's good. And did you find it here in Rwanda or? Yeah, Rwanda, here in Simba. So, النهارده صايم عبد الرحمن من تشاد ودومينيك وانا اللي صايمين يعني احنا اللي هناكل بشراهه. هم ما يعرفوش اي حاجه. انا عبد الرحمن ولا يعرف يعني ايه حمص ده ولا يعرف العدس الاسمر ولا يعرف اي حاجه. This we call it in Egypt عدس اسمر. This is lentils. The yellow ones. And you know what? You have it in Germany. Mm-hmm. Oh, but why not in Chad? This is the thing which nobody knows. Yeah. This one is a secret Egyptian. This is the Egyptian secret. So today. Deo. She's a star. See, original, so original. In Arabic, this we call it in Egyptian, da'a. 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 Or da'a in Arabic. Okay. It's a star. Yeah. It's a star. It's a star. It's a star. ولي تشاديين ما يعرفوش يعني ايه عدس اسمر. ما يعرفوش حتى شكله عامل ازاي. ما يعرفوش يعني ايه عدس اصلا. يعني لكم انت تخيلوا. Then they call my wife then. Yeah. قول لهم بقى دلوقتي طريقة الاكل بقى. وانا بقى ايه. دومينيك هتقدم الطريقة. We will eat kushari today. This is the most like the typical Egyptian dish, and it's only available in Egypt. Yeah, like which you will not find in any Arab country. No, nothing. It's like typical Egyptian only, and it's like actually the things they look very simple, but the combination makes the whole thing. So you take a bit of rice, some macarona, some lentils, lentils, yeah. Some onions, and tomato sauce, and the last is this. Yeah, is this sauce here? It's with like vinegar, chili, cumin, all kinds of Arabic. If you drink it, it's very like. But we have to shake it a bit. This is actually the kushari flavor. So that's it. That's all the secret. Oh. This is amazing. I can. This you can start. You know, now you have the instruction. Yes. It's good. It's a lot of work. Yeah. Yes. But it looks delicious. Yes. 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 I think if there is a mistake, you can tell me. Making the rice. Next exam, second exam for the day. Yeah. Making kushari. This one here, yeah. Yeah. Yeah.
It's empty, yes, yes. It should be empty. But how you're feeling, like how you feel after Kusha? I feel tired, sleepy. I have to drink coffee, like tea. صباح الخير. ظهر كده أكلة الكشري امبارح ظبطت معانا جامد. صحينا متأخر وملحقناش صلاة العيد. دومينيك أصلا يعني كانت بتحاول تصحيني بس يعني كنت في سبع نومة. يعني كشري أثر الكشري يا جماعة. تقلت جامد أنا. يعني كلهم أكلوا صحنين كانوا طبق وأنا أكلت طبقين. حنين للوطن ودنا في داهية. النهاردة العيد عندنا بقى ايه هننقل من مكان الكوش سيرف بتاعنا ده ونروح مكان تاني عشان بعدها كده نبص بقى نطلع نشوف الدنيا عاملة ازاي والعيد عاملة ازاي هنا في رواندا وفي كيجالي خاصة كمان ان النهاردة واحد من الاعياد الرسمية كعيد للمسلمين رغم ان هي اصلا بلد كاثوليكية نقلنا عشان يعني كنا طالبين ان احنا نقعد عند الراجل ده 3 ايام كان ممكن نزود وكلام من ده بس كان المكان يعني حمامات ما فيهاش ميه وبتاع فقررنا ان احنا نخلع يا وهي تجربه حلوه وبتاع والناس جميله وكان يوم حلو امبارح وكل حاجه بس يعني الواحد ساعات لازم يدور على الراحه كده خاصه ان انت كنا جايين من سفر طويل وكلام من ده معرفناش ناخد شاور يعني يا جماعه معرفناش ناخد شاور والله العظيم جينا بقى على اير بي ام بي عشان ما لقيناش حد تاني يستضيفنا ده البيت اللي احنا جيناه. How much did we pay? $14 per night. بتشوف؟ يعني البيت ده هنقعد فيه تحس ان احنا في اوروبا اصلا. والفيو ده $7 للفرد. رواندا. بيوت ما شفتهاش غير في التجمع الخامس عندنا. الناس تقول لك افريقيا مش امان وكلام من ده كل سنه انتوا طالبين يا جماعه احنا متاخرين جامد دلوقتي يا جماعه حطينا دوبك شنطنا ورايحين نلاقي حاجه ناكلها يعني اول يوم عيد ما ناكلش حاجه يا دومينيك ستيل فاستنج يعني ايه ده لسه على صيامنا من امبارح يعني يا دوبك الواحد شرب شويه ميه ملحه نفيه وبس نروح بقى نشوف بقى ايه ناكل حاجه كده على السريع I think it's the most untypical eat food ever. What is Yeah, did you know that we are eating everything with avocado? Like pasta with avocado, bread with avocado, avocado just like this. And today we have avocado fries. مع تومية عصير ماراكويا أحسن عصير ماراكويا شفته. كل سنة وأنت طيبة يا دنيا. وعيد مبارك. وأنت كمان. عيد مبارك. كل سنة وأنت طيبة. Looks so crunchy. احلى افوكادو اكلتها really so delicious just okay. try ده بقى الاكل الرئيسي يعني ما قلنا لكمش ان التاني ده كان مجرد يعني ايه البدايات اللي هو الابيتايزر ولا اللي بيقولوا عليه ستارتر ده بقى الاكل الرئيسي برجر فيجن برجر اكل بقى ايه شغلش بالك بقى حلال ولا حرام هو كله حلال معمول من خضار من خضار بس يعني الدو بتاعته معموله خضار بس حاجه عظيمه مع شاينيز بتاع يعني شغل عيد عيد يعني على راي كريم اصنع عيدك احنا صنعنا العيد جامد النهارده تاني يوم العيد لسه جاي من بره كنت
اكتشفنا ان البلد ما فيهاش اي نوع من انواع الاحتفالات، يعني عكس توقعاتنا تماما. يعني احنا توقعنا ان هم واخدين اجازه بقى بسبب عيد المسلمين وبتاع ومش عارف ايه، وانا بقى هنلاقي بقى احتفالات وبتاع مش عارف ايه، يعني هنلاقي في الشارع كده لمسه حنان. امبارح كانت الدنيا سهو سسكت كانه اليوم الوطني، يعني كانه 6 اكتوبر بتاعهم. والنهارده شغل تاني، يعني هم كان عندهم اجازه يوم واحد بس. يعني العيد هنا لو ما لحقناهوش في الصلاه كل سنه وانت طيب. بس فيديو العيد كل سنة وانتو طيبين. الفيديو ده بقى انتو شايفينه احنا دلوقتي في رواندا، انتو لسه دلوقتي ما شفتوش ازاي احنا جينا رواندا اصلا. فالفيديوهين الجايين هتشوفوا ازاي احنا جينا رواندا وازاي الموضوع يعني حصل وازاي، والحدود والفيزا والعملة، شوية كلام كده عن الموضوع، فيديوهات خفيفة كده. بعد كده هنخش في الشغل التقيل عن رواندا وحلاوة رواندا. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.